اوكي اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على يوتيوب. اليوم عبد الله جميل يطلع عليكم بستايل جديد. ايوه رجعت للستايل القديم حقي، خلاص ستايل القمصان وذا خلاص، هذا صار ستايل الدوام، هذا ستايل الفله. واليوم كمان ويكند يعني بارتي. ايوه قاعد اصور الفيديو في الويكند، انتم الله اعلم متى حتشوفونه. يا جماعه سامحوني، انا مره اسف، انا صاير مره مضغوط في الفتره اللي راحت، وكمان في سيكرت صغير قاعد يصير معايا حاعلن عنه بعد فتره، بس ترقبوه ماشي، لما يكون جاهز كذا حاعلن. Anyhow اليوم يا جماعه كنت فاضي وطفشان، وتعرفوا قديش احنا نحب نحارب الطفش، فكنت اقلب في فيديوهات يسموها فيديوهات الخارج عن المألوف out of context، وحصلت حسابات في تويتر مره رهيبه، سواء حسابات عربيه ولا حسابات اجنبيه، تكون كذا حسابات تجيب فيديوهات خارج عن المألوف، كذا ناس شطحوا شويتين، جابوا العيد شويه كذا، في مواقف غريبه ما تعرف ايش اللي يصير فيها، فاهم؟ فخلونا اليوم يعني نستكشف هذه الفيديوهات وكذا، ونشوف ايش راح يطلع معانا. اعطونا لايك في البدايه قبل لا نبدا، اشتركوا في القناه كمان اذا ما كنتوا مشتركين، ادخلوا جيش محاربي الطفش، ما بقينا لنا شيء، ونوصل لثلاثة مليون ونص. بالمناسبة في 3.5 مليون راح أعلن عن السر اللي أنا قاعد أشتغل عليه دحين، فتأكد أنك مشترك في القناة عشان يعني نعلن عن السر هذا. وكالعادة يا جماعة تعرفوا دائما إحنا إيش مفروض نسوي، 1 2 3 Let's go. أوكي يا جماعة، أول فيديو هنا عندنا لوحدة تلعب جولف، خلونا نشوف. أيوة أيوة يا تركيز، أيوة ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء شوف وجهه يضحك بالاخير ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه. يا جماعه هذا موضوع مره يضحك، تعرفوا لعبه الجولف؟ والله العظيم لعبه الجولف من الالعاب اللي انا ما افهمها، دائما كذا لعبه الجولف مرتبطه بالناس اللي يقول لك احنا اصحاب مزاج واحنا اصحاب تفكير، اذا يجيك محقق في الشرطه فاهمين كذا، هو حق يتعامل مع مجرمين طول الليل بعدين يروح يلعب جولف، قصده انه ايش؟ انه يركز صفاء الذهن وكذا، عرفتم؟ بالاخير شوف صفاء الذهن ايش سوى. شوفوا لعبه الجولف دائما اللي يلعبوها كذا ناس مره تحس عندهم هموم الارض. دونالد ترامب كان يلعب جولف، ايش اسمه هذاك الغني؟ وارن بافيت كان يلعب جولف، كذا كل الناس اللي عندهم مشاكل الارض هم اللي يجونك حقين جولف. الجولف والتنس مع بعض، هذا التنس هذه رياضه الاغنياء، هذه انا اسميها. يا عبد الله كوره وانت صغير تشيل الشوز في يدك زي كذا، حتى ما نسميه شوز، نسميه ايش كنا؟ حتى الاسم نسيته يا جماعه من قوه البؤس اللي كنت فيه، كنت امشي في الحاره ومعايا البوت. ايوه كنا نسميه بوت. بوت وكسارات، حتى الكسارات اصلا ما كنت استعملها، كانت تجيني دائما اصابه في الساق، كل يوم بعد صلاه العصر ماشي بالبوت استنى اي تمرين. لا تنس ولا كره سله ولا جولف ولا حتى ميني جولف، تعرفوا الميني جولف هذا الصغير؟ هذا ما عرفته الا قريب، هذا بعد تيك توك عرفته والله العظيم. يا الطفوله البائسه يا عبد الله، الزبده الجولف رياضه الاغنياء ماشي، عشان كذا انا ما اعرف العبها. حتى الميني جولف ما اعرف العبه. يا الله. خلونا نشوف الفيديو اللي بعده. يلا هنا عندنا واحد اشترى كل الموز الموجود في السوبر ماركت، واضح انه يعاني من نقص حاد في البوتاسيوم. تعرفوا هذا الشخص مين؟ انا اعرف هذا الشخص مين، هذا الشخص اللي جاب فكره سكن الموزه اللي في فورتنايت. عرفتوا سكن الموزه اللي في فورتنايت؟ انا ادري عنك، مسوي لي سكن موزه في فورتنايت، ليش؟ ايش في عندك نقص بوتاسيوم انت ولا ايش؟ انا يا جماعه اللي ما يعرف، الموز واحد من المصادر الطبيعيه الغنيه بالبوتاسيوم طبعا، والافوكادو كمان، بس البوتاسيوم اكثر من الموز. وحبه موزه في اليوم ممكن تعطيك احتياجك الكافي من البوتاسيوم، فعشان كذا كل موز. It's okay انك تاكل موز، ما هو مشكله ابدا. ايوه ايش ده؟ قاعد ياكل موز هذا ولا؟ اوكي. الفيديو بايخ بس يضحك. شوف وجهه بالاخير، شوف الوجه. ايوه يا مشخرة ده. هنا يا جماعة عندنا المناديل هذه اللي تحصلوها في الحمامات العمومية، وحاط لك طريقة الاستعمال، الزبدة خوينا الله يهديه ويصلحه ما عرف استعملها مظبوط. يا اخي صورة بايخة بس تضحكني ما اعرف ليش. ايوه هنا عندنا واحد على دراجة. ايوه حركات كراش، حركات اللعبة هذيك. ايوه شغلها. ابغى يا جماعه ابغى اشوف بيقتلوا ولا ما بيقتلوا، انا ابغى اللي قدام هذاك. ايوه الحركات. ايوه ما
والله جابه، والله طيحه، والله طيحه صح. باقي الثاني، باقي الثاني، باقي الثاني. يا جماعة بعد مشاهدة هذا الفيديو استوعبت حاجة. الفيديو هذا أنا بشوه عليه مرة كثير عشان يوتيوب ما يحاسبني ماشي، بس عمليا الفكرة مرة بطلة. الفكرة مرة حلوة، تحياتي. ما شاء الله. دايخ الفيديو بس يضحك نفس الشيء. ايوه ايوه ما شاء الله. قاعد تسابق معاه، ايش قاعد تسوي يا كابتن؟ خلي الرجال بحاله مسكين. هو صح انه سايقها شوية، هو سايقها شوية، قاعد يسوق سكوتر في خط سريع. ايش فيه يا كابتن؟ ايوه شوف شوف شوف. اوف 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 اوف. شوف شوف ايش ده. هاي كابتن في سيارة تحتك. ايش ما هو شايفها ولا ايش؟ او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. طول الوقت فهم قاعد يشوف. شت ايش ده. ايوه احسها بتجي في الكاميرا، ما اعرف ليش، اعرف ذي الفيديوهات. هذه نوعية الفيديوهات اللي احبها ولا تضحك. الكرة جات لا هي في الباب ولا هي في جات في اللمبة، طيحت اللمبة عليهم. تحياتي. ايوه ايوه. اعرف هذه الحركات، اعرفها، حركات اللي جاب كذا مجموعة شباب كذا هم اصحابه اصلا، لبسهم سوتس قال لهم يلا غطوني على اساس اني انا مشهور. خلي الناس يلحقوا. اثارة جدل، فاهمين؟ حركات، تعرفون عن خبرة اثارة جدل يا جماعة الخير، الحركات هذه ما تمشي علي خلاص. فنان فنان. يا جماعة هذه وحدة، هذه اكشن المفروض اوديها في سخافات بس تضحك صراحة والله العظيم. مكتوب walkers and road. walkers معناها الناس اللي يعني اللي يمشوا، walkers الناس اللي يمشون، لانه walk معناها مشي. يقول لك الماشين في الطريق، وبنفس الوقت تعرف البطاطس اللي اسمه ليز، ليز عندنا اسمه ليز، برا اسمه walkers ماشي. او يقول لك هنا walkers and road، تجي تطالع تحت تحصل الكيس حق البطاطس اللي اسمه walkers، walkers في الطريق. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ مرة بايخة بس مرة تضحك، سخافات بس تضحك. الجزء الخامس. ايوه ايوه ايوه. اومي. لا 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 لا. غلط غلط يا كابتن غلط. ما ادري هذه نحطها في يوتيوب ولا ما نحطها. أزود بحطة بس بشوه ماشي. أيوه. حلو حلو الفيديو، كيوت الفيديو، كيوت حلو. أيوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه لا ومن جد ومن جد. الخيل رايح فندق، الخيل مره فخم، الخيل مره انيق. شوف رجوله ما شاء الله، شوف سيقانه كيف ما شاء الله ما شاء الله، من جد طالع فندق. ايوه ايوه ايوه. بس والله 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 الشيف ما قصر والله، حطه يعني هو الايم حقه مظبوط، بس العيب على المستقبل، المستقبل ما عرف يسوي كنترول للاسف. يعني شوف شوف فين راحت، شوف فين راح الصفار حق البيضه، شوف 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 بالله طالع، شوف فين راح. ايوه شوف نفس يا اخي كذا بس. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه. احسه حيصدع والله، حيصدع والله. لا تلف يا ابن الحلال، خليه يقوم. مبسوط صداع فلا. بعد شويتين نشوف كيف حتمشي. يلا امشي امشي والله، حتمشي يمين يسار. ايوه
ما حد يبغى يقوم. الولد الولد مصدع الولد عاجبه. ايوه شوف ايوه شوف رايح على جنب الولد يمشي على جنب. يا ربي يا الله. ايوه خرب بيتك يخرب بيتك يا لعيب. ايوه ايوه يخرب بيته يخرب بيته يخرب بيتك. يا الله يا الله مستحيل 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 اللي صار مستحيل مستحيل اللي صار. يا رب يا الله يا الله. ايوه ايوه مضاربة. حاقد الولد على ثانوس. الولد حاقد على ثانوس. هذا أنا معني أنا كنت أحترم ثانوس الأمانة. ثانوس كنت أحترمه من المجرمين اللي أنا يعني من الشخصيات الشريرة الحبوبة صراحة. ماشي بس يعني صراحة تحياتي للولد اللي فاهم فاهم الدنيا مرة غلط. أيوة هنا يا جماعة عندنا فيديو لمجموعة يعني بنات ما شاء الله عليهم زي الورد. البنات ما شاء الله عليهم زي الورد مبسوطين. شوف كيف كذا كلهم ملائكة. شو إيش حاطين فوق راسهم ملائكة. أيوة اصل عليهم اللي مع الكلب يقول لهم كيف تسكتوا ولا كيف تسكتوا ولا افلت عليكم الكلب. هنا واحد عنده صحن صحن اكل فيه صورة الأميرة ديانا، ففي كل مرة يأكل يشكل، مرة يحط لك شعرها مكرونة، مرة يحط لك شعرها بطاطس، مرة حطها كأنها الجوكر بس جوكر طبعاً مضروب شويتين، ومرة حط لها كذا شو اسمه ناتشوز حركات. أنا أدري عنك فاصل. ليش 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 عندك صحن على صورة الأميرة ديانا ليش؟ هنا عندنا واحد لوحة سيارته 907 في 815 اللي هو حرف الإكس ماشي. الناس راح كتبوا له الناتج حق العملية نفسها 907 في 815 كتبوا له 739000. ما شاء الله عليكم شباب زي الورد الله يحفظ. أيوة 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 مرة ثانية مرة ثانية. أيوة يا الله مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. أيوة ها حلو الفيديو يا أخي رهيب. أيوة 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 حلو الفيديو هذا حلو. الفيديو هذا رهيب الفيديو هذا رهيب. هنا واحد في تمساح جاء لبيته قاعد يحاربه برميل الزبالة. شوف شوف والتمساح خاف. انفجع التمساح. التمساح مخروش. مات مات التمساح راح لمصيره. ايوه ايوه يا قوي يا حركة. يا واد التمساح استسلم استسلم التمساح.
كاي وبس يا جماعة الخير، هذه كانت أبرز فيديوهات خارج عن المألوف شفتها اليوم وأقدر أطلع لكم إياها على يوتيوب. في كثير فيديوهات مرة حلوة بس ما أقدر أطلعها للأسف، لأن كده راح تكون تخالف شروط سياسة يعني استخدام يوتيوب وزي كذا. فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا بالفيديو هذا. أنا الآن قاعد أفكر أحول الموضوع هذا لسلسلة، فإذا تبغونا بين فترة وفترة نتابع فيديوهات خارجة عن المألوف علموني تحت في التعليقات، تصير ممكن إيش، ممكن أحط معها تحدي معين ماشي ونحولها لسلسلة، يعني نسويها باستمرار كذا ونعلق عليها. فاتركوا لي تعليقاتكم تحت. بالنسبة للفيديو الجاي قاعد أفكر أسوي سخافات بس تضحك، فإذا تبغوني أسوي سخافات بس تضحك علموني في التعليقات، طبعا راح يكون معايا ضيف، أور أسوي فيديو محادثات لأنه من زمان ما سوينا فيديو محادثات يعني وكذا. فاكتبوا لي كمان تعليقاتكم تحت إيش تبغوا الفيديو الجاي ماشي. الله يعطيكم ألف عافية، حطوا لايك على هذا الفيديو، اشتركوا في القناة كمان إذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا جيش محاربي الطفش، خلونا نوصل لثلاث مليون وخمسمائة ألف عشان يعني المفاجأة تطلع، وأشوفكم بإذن الله على خير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.